البنك المركزي أعلن عن سداد نحو 25 مليار دولار ديون وفوائد ديون مستحقة على مصر خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019. وقال البنك المركزي في تقريره الشهري إن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة ونحو 5 مليار دولار فوائد مدفوعة. وأوضح أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري سداد مبلغ 3.4 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار أقساط ديون مسددة. قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات سابقة إن مصر ملتزمة بسداد كافة الالتزامات والديون في مواعيدها، مؤكدا عدم تخلف مصر عن السداد على أي أقساط من هذه الديون. وهذه التصريحات جاءت بعد أيام قليلة بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض 1.5%. أستاذ نعمان خالد المحلل الاقتصادي في أحد البنوك الاستثمارية، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بيك. تعقيب حضرتك على ما ورد بالنسبة لسداد الديون والالتزام المصري في سداد الديون وأيضا تخفيض سعر الفائدة. تمام، هو حضرتك بالنسبة للديون الخارجية الأهم من هو من الأهم من مستوى الدين نفسه كرقم، الأهم إن احنا نشوف على مدة الدين. فاحنا بنتكلم النهاردة إنه إجمالي الدين المستحق في خلال السنة اللي جاية دي لا يمثل أكتر من 16% من إجمالي الدين الخارجي، فبالتالي الأكثرية من الديون الخارجية هي مدة سدادها على أعوام طويلة، نتكلم من 5 إلى 10 إلى 30 سنة، فبالتالي ما فيش مشكلة من ناحية سداد الديون أو أن يكون في مشكلة في المدى القصير، يعني يكون في مشكلة في هذا الموضوع. طيب التأثيرات يا فندم، التأثيرات على الجوانب الاقتصادية أو المؤسسات الدولية حينما تلتزم مصر بهذا السداد وهذه الجدولة للديون المستحقة. تمام. لا، هو الحقيقة في التزام عام منذ قديم الأزل بالتزام مصر بسداد كل ديونها. لم تتعرض مصر في أي وقت من الأوقات في خلال الأعوام السابقة إنه هي في قسط أو في فوائد ما دفعتش، فبالتالي ده مش محل نقاش. ساعات يعني بإجمالي الموضوع ساعات شركات التصنيف الائتماني بتعلق على مستوى الدين من إجمالي الناتج المحلي اللي هو وصل النهاردة تقريبا 35% ومازال تحت 40% اللي هي بتمثل المتوسط للبلاد الناشئة أو البلاد النامية اللي شبهنا. طيب الشق الآخر فيما يخص التخفيض سعر الفائدة داخل البنوك على الودائع والإقراض. الحقيقة ده خبر يعني طال انتظاره، احنا كنا بنتوقع ان هو هيحصل في شهر أغسطس وبالمستوى اللي حصل بيه ده. النهاردة البنك المركزي شاف انه او وحدة السياسة النقدية شافت انه مستويات التضخم نزلت دون 9%. النهاردة اجمالي استثمارات الاجانب في اذون الخزانة مرتفعة، مستويات السياسة النقدية العالمية برضو بتخفض اسعار الفائدة، فالبنك المركزي لقى ان هي فرصة سديدة ان هو يخفض اسعار الفائدة، واعتقد كان قرار في محله. بنتوقع ان يتم تخفيض ايضا سعر الفائدة في شهر سبتمبر، اخر شهر سبتمبر يوم 26 ب1% اخرى. نعم. مستويات التخفيض دي مهمة جدا لان هي دي اللي ستعطي الدفعة الامامية للاقتصاد في الفترة القادمة، من ناحية انه يبتدي المتدخرين سواء الافراد او الشركات يبتدي يتجهوا الى الاستثمار والاستهلاك. نعم، ضخ سيولة أكتر في السوق. أنا بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر الأستاذ نعمان خالد المحلل الاقتصادي في أحد البنوك الاستثمارية.